رايت. بصوا انتوا هتلاقوا كروت كتير بتتشابه لان نفس قراية البرج، ممكن الكروت كتير تتكرر، بس الكارت ده ما جاش ولا مجموعة في تطور مادي كويس يا جوزاء. يعني اللي ناوي يعمل مشروع الفترة دي ده وقت كويس جدا، الحمد لله ما فيش خسائر، بالعكس في حالة تطور مادي، ان شاء الله المشروع يكون ناجح ويعني مثمر ان شاء الله. وكمان لو مش بتعمل حاجه فهو في حاله استقرار مادي، يعني الحمد لله ما فيش ازمات والدنيا ماشيه كويس قوي قوي، وايه حاله امان وايه رخاء الحمد لله من الحاله الماديه. في عندنا كمان four of wands، ده اما ان هي اجازه، الجوزاء قرر ياخد اجازه او هيقرر ياخد اجازه يحتفل، مجرد ايه وقفه كده شويه بريك، نريح من الشغل نريح من المسؤوليات وناخد اجازه. وكمان ده فرح زي ما انتم شايفين، دي مراسم فرح يعني فرح اغريقي كمان. اللي على وشك ان هو يتم جواز باذن الله هيتم على خير وكل حاجه هتبقى كويسه قوي. لا انا بيجي لي رسائل يا امجد. الجوزاء عنده كمان حالة في خناقة شغالة، أو مش هنقول حرب بمعنى حرب، في شوية كده قلق وتوتر حواليه، بس هو بيحاول يتماسك ومبين إن هو كويس جدا ومش فارقة معاه خالص، وإن هو منتصر مع إن هو اتأذى شوية أو أتليست يعني مزاجه اتعكر يعني على الأقل، بس مبين إن هو تمام زي ما انتوا شايفين، واقف في حرب وسام غايمة وهو مازال مبتسم. فانت مبين حاجه غير اللي جواك من ناحيه موقف معين كان بيأذيك. انا احيي ده الصراحه، مش ضده خالص. في بقى كارتين تحت بعض حلوين جدا جدا جدا، ده بقى ده اللي طلع في المجموعه الاولى، طاقه ابداع، خبر حلو، في حاجه طاقه داخله علينا ان شاء الله كويسه جدا جدا جدا. الطاقه دي هتعمل لك هدف يا جوزاء، انت رايح لهدف بسرعة شديدة جدا ومش هتقف غير لما توصل له. شايفين عامل ازاي راكب الحصان بيجي بسرعة جدا جدا رايح لهدف. نايت اوف سوردز، باندفاع، رايح باندفاع كمان شديد جدا، ونجاح باذن الله نجاح. اكتمال الدائرة يعني حاجة انت هتكملها على اكمل وجه، يعني انت بتعمل مشروع او لو عندك اي حاجة مثلا حاجة في شغلك بتعملها خلاص accomplished done، خلاص هتعملها بنجاح ان شاء الله كويس جدا. في بقى حاجة تانية بقى مما وراء الكواليس، انت خايف من حاجة، في حاجة مقلقاك شوية او مكتفاك مش عارف تاخد خطوة، دي حالة ثبات، ثابت مستني مترقب. اوكي حاجة دي تخص ورق يمكن the judgment sorry justice، ده حاجة ليها علاقة بأوراق حكومية، حاجة بتعمل ورق حكومي، ممكن يكون قرض، ممكن يكون قضية، ممكن يكون حاجة من ده يعني، أو إنه أنت هتسيء الحكم على شخص. لو أنت في حالة توتر دلوقتي يا جوزاء وعندك شوية صراعات بتدور حواليك، بليز ما تطلقش أحكام في الفترة دي، استنى لغاية لما الدنيا تبقى يعني هادية، وهي هتهدى خلاص، داخلة عليك طاقة قمر، طاقة هدوء وسلام وطاقة تأمل وحاجة كويسة جدا هادية جدا وحلوة قوي قوي قوي، استنى وما تطلقش أحكام دلوقتي. لو موضوع فيه ورق حكومي وانت مستني ورق وقلقان منه وخايف، ان شاء الله ما تخافش، شكل الموضوع خير بإذن الله وهتطلع بنتيجة كويسة جدا. في هنا كمان strength، وقلت لكم كارت القوة ده معناه قلة القوة، انت محتاج تواجه حاجة معينة يا جوزاء، واجهها من غير عنف ولا حاجة، لا انت هتواجهها بدبلوماسية. المهم ان انت تعبر عن نفسك وتقول اللي جواك بس مش بعنف. القراية برضو حلوة قوي قوي، هلخصها بسرعة، في تطور مادي ان شاء الله، اللي داخل مشاريع جو اهيد ان شاء الله، الدنيا كويسة جدا مع حالة استقرار مادي الحمد لله. في هنا احتفال وفرح او في اجازه هتطلعها انت وعيلتك،
الناس المقربين بالنسبة لك، في شوية ضغوطات بس انت بتواجهها بثبات، وبتبين ان انت يعني مش متأثر تماما، بس انت اتأثرت شوية. في طاقة خبر حلو، وفي حاجة حلوة جدا جاية لك، طاقة إبداع هتنور لك اللمبة، وهتشوف هدف وهتروح له بسرعة شديدة جدا بإذن الله. في نجاح اكتمال دائرة the world. في هنا زي حالة جمود أو ثبات، حاجة ثابتة مش بتتحرك، ده لأنك أنت خايف شوية، عندك مخاوف. في هنا جاستس، إما إنه أنت هتظلم حد أو هتطلق حكم مش سليم على حد، أو إنه في ورق حكومي أو حاجة تخص الحكومة، يعني إن شاء الله بتتم الفترة دي. في حالة إن شاء الله هدوء وسلام واتزان داخل عليها برج الجوزاء الفترة دي. بس برضو الكارت ده نسيت أقول لكم، بحذر من العقرب اللي طالع ورا ده، اللي هو أنت قاعد في أمان الله ومسالم وفي حالك ومفيش أي حاجة، بس حد مترقب لك يا جوزاء، انتبه وما تديش سرك لحد الا الناس اللي انت تثق فيهم وجربتهم يعني في الموضوع ده اكتر من مره. واجه يا جوزاء الحاجه اللي انت محتاج تواجهها، بس واجهها بدبلوماسيه على قد ما تقدر. ادي القرايه الثالثه، المجموعه الثالثه، القرايه العامه بتاعتها الحمد لله حلوه جدا برضو. العلاقه العاطفيه بتاعتها، طيب طيب الجوزاء عايز ايه؟ انا واضح عندي كده ان حصل حاجة غلط. الجوزاء زي ما انتوا شايفين كده واقف متكتف، عارفين اللي هو خلاص ايه، رفع ايده بقى، يعني مفيش حاجة اعملها، استسلم. الجوزاء مستسلم، شايف ان مفيش حاجة بايده يعملها، مفيش الخطوة مش عنده، هو مفيش حاجة ممكن يعملها خلاص. نفسه في ايه كمان؟ يعني هو تقريبا شايف ان اساس العلاقة مش كويس، ان الاساس مش صح. شايف شريكه ازاي؟ شايفه مش بقى بيبعد بمشاعره، لا بيبعد فعلا، يعني بيبعد، سايبه ماشي خلاص، سايبه بيمشي، وسايب بقى كل العشرة والحب والحاجات دي كلها سايبها وراه، ومش مهتم وماشي. الطاقة ما بينكم the high priestess دي الأسرار، دي بتاعت الأسرار. في سر انكشف، مش ضروري ان هو يكون سر، ممكن يكون حاجة كانت مستخبية وظهرت، يعني في حاجة كانت مستخبية وظهرت، واضح انها ظهرت لك انت يا جوزاء عن شريكك. يعني شريكك عايز ايه؟ شريكك بيحبك برضو، بيحبك وعايز يكون معاك، وعايز منك اطفال، وشايفك الدفى والامان والعيله، الحب الغير مشروط. احنا قلنا the empress هي الحب الغير مشروط. نفسه تفتكره الحاجات الكويسه اللي هو عملها لك قبل كده، دي حاجات ذخيره عمل زمان، نفسه تفتكره الحاجات دي. شايفك ازاي؟ شايفك بتحبه وبتقدم له كتير، بتقدم له حاجات كتير جدا، وانك انت سند ليه. مش هكدب عليكم، الدنيا دلوقتي مش كويسة، انتوا محتاجين راحة، محتاجين بريك، هدوء كده شوية. في قرارات مفروض تتاخد، في حيرة شوية، في حد على وشك ان هو ياخد قرار بالنسبة للعلاقة، لكن في تردد شديد جدا. والجوزاء مش هتكلم عن التردد اللي عنده، هو فعلا متردد، هيبقى مش عارف يعمل ايه. نصيحتي انا يعني، ونصيحة طبعا الكروت، انا اتعلمت الصراحة من الكروت دي حاجات كتير قوي في القرارات اللي انا باخدها. ما تاخدوش قرارات وانتم منفعلين، اجلوا شوية لغاية لما الطاقة تتوازن، استنوا شوية وبعد كده ابتدوا خدوا قرارات. البريك ده كويس، مفيد للناحيتين عشان تفكر بطريقة احسن، وما تاخدش قرار يعني نابع عن انفعال، تاخد قرار نابع عن عقل. بس اللي انا حابه اقوله لك، اطمنك يا جوزاء شريكك فعلا بيحبك ونفسه تديله فرصه تانية. هو صراحه الكروت بيبقى ليها اكتر من معنى وليها اكتر من تفسير، بس انا القراءه دي هي دي الطاقه اللي وصلتي ليها بس، فيعني قولوا لي اخبارها ايه معاكم.
طيب دي في رأيي المجموعة الثالثة والأخيرة، الحالة العاطفية بتاعتها إن شاء الله خير، استنوا شوية ما تاخدوش قرارات دلوقتي، وانتوا أصلا يعني يومكم بسنة في القرارات، فأنا مش قلقانة عليكم في الموضوع ده. طيب تعالوا نشوف. صحيح تمام يا ساتين، حلو قوي. الحوت اتقال يا حني، تسلمي لي حبيبتي. اوكي يلا بقى نبتدي فقرة الأسئلة، معانا كده 10 دقايق أسئلة. تعالوا نشوف اللي حصل عندهم انفصال من برج الجوزاء، في رجوع ولا لأ. بقالنا قد ايه؟ اسمعوا كويس اوي. طيب بصوا، هو انتوا عايزين ترجعوا، يعني هو في نية الرجوع، او هو عايز يرجع الشخص، يعني في رجوع، بس في حد بيمنعكم. ليه؟ واضح ان الرجوع مش في مصلحتكم دلوقتي. شايفين القط ده؟ القط ده ما تحدش هيخاف منه، القط ده بيحميك، ده شخص بيحميك، يعني ممكن يكون ايه، اب، صديق، حد بيخاف عليك، واقف عليك حارس، مش عايزك تاخد القرار ده دلوقتي، استنى شويه، في حاجات هتظهر لك كمان شويه، استنى شويه يا جوزاء على موضوع الرجوع ده، ما تستعجلش. انت عذراء وجوزك جدي. بصي يعني تلاقي احلى كارت الصراحه في التارو كله الشمس. علاقه صحيه، علاقه صحيه جدا، علاقه ناجحه ان شاء الله. حبيبتي يا ساتين، راجل الاسد بيس مريمي الزواج بيس. اوكي سارة، اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم.